كل الهلا كل الهلا بكم. ما شاء الله حيهم، ما شاء الله حيهم. تشرفنا اليوم بزيارة المهندس الأستاذ سنان النجيفي إلى مجلسنا، مجلس أهل الزنجيلي وحي الصحة. هذه الزيارة سمعنا من خلالها كلام الأستاذ المهندس سنان النجيفي، وسمعنا سمع مطالب أهل المنطقة، سمع الأمور التي تهم أهالي الموصل بصورة عامة، هو الكلام كان عام وليس خاص عن كل الأمور التي تهم محافظة نينوى، تهم الموصل وتهم العراق بصورة عامة. نحن في المنطقة لدينا أيضا أمور خاصة تخص منطقتنا طرحناها على الأستاذ المهندس بصفته رئيس منظمة أبشر للتنمية المستدامة، وإن شاء الله هناك بعض الأمور التي سوف تتحقق بإذن الله.